السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة قصيدة في الكروشي والأعمال اليدوية. في هذا الفيديو هذا غادي تكون تتمة لطريقة عمل هذه الحقيبة اليدوية. بالنسبة للجزء الأول غادي نخلي الرابط ديالو في صندوق الوصف. كتذكير الخيط اللي استعملته هو هذا الخيط ديال المكرمي. الرقم ديال الكروشي هو رقم 9. كسبق لي خدمت بنفس الطريقه هاد الحقيبه اليدويه بخيط مغاير اللي هو خيط ديال السبيب. هاد النوع هذا على جوج. يبقى لكم الاختيار لنوع الخيط اللي تقدروا تستعملوه واللي يكون عندكم متوفر. وان شاء الله فيما بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش تخدموا هذا البلاطو التركي. مازال ما كملتوش، ملي غادي نكملوا غادي نحطوا في القناه بنفس النوع ديال الخيط ديال الماكرامي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك الا ما كنتم مازال ما اشتركتوش وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وفرجه ممتعه. هنا بعد ما كملت هاد الفراغات وصلت لهاد نصف دائره اللي هو هذا. هنايا الى لاحظتوا هاد 6 اللي كنا خدمناهم من قبل، هنا غادي نخدموا كل غرزه عمود غادي نخدموا فوق منها جوج ديال غرز عمود سلسله. غرزه العمود المواليه جوج غرز عمود سلسله، وغادي نبقاو غاديين هكذا حتى نوصلوا هنايا. غادي نخدمو سلسلة وغادي نمشيو هنا وغادي نخدمو جوج ديال غرز عمود. سلسلة جوج غرز عمود سلسلة جوج غرز عمود جوج سلسلة جوج غرز عمود حتى نوصلو هنايا وغادي نرجع معاكم. من بعد ما وصلت هنايا الاخير هنا جاوني 6 ديال الزيادات. دوك 6 ديال الغرز اللي كنت خدمتها هنايا في النصف دائره كل وحده خدمت عليها جوج، دوك عندي 12 لغرزه عمود سلسله. وغادي هنايا نخدم غرزه عمود فوق غرزه عمود سلسله غرزة عمود. نخلي هنايا الفراغ وغادي نخدم غرزة عمود على هذا الشكل نفس الطريقة اللي خدمت بها السطر السابق. وفي الأخير غرزة عمود كتبقى لنا هاد الغرزة ديال العمود باش تكون زيادة. كنخدمو سلسلة وكنخدمو غرزة عمود فوق السلسلة ديال البداية. كنقلبوا العمل ديالنا وغادي نخدموا واحد جوج ديال سلسلة، وفي نفس المكان غادي نخدموا غرزة عمود هنا في الفراغ. غادي نخدموا غرزة عمود هنا فوق غرزة عمود غرزة عمود فراغ غرزة عمود بحال هذا السطر هذا اللي كنا سبقناه من قبل. غادي نوصل هنا وغادي نرجع معاكم. هذا السطر الخامس اللي لاحظتوا مشينا هنايا حنا وصلنا هنا. هنا غادي تكون زيادة بالنسبة لدوك الجوج ديال غرزة عمود غادي يوليو ثلاثة. غادي أيمن غادي نفرقوهم بغرزة بسلسلة ثلاثة ديال غرز عمود فوق دوك الجوج سلسلة، ونبقاو غاديين هكذا حتى كنكملو ديك النصف دائرة ديالنا كاملة. نفس الشيء بالنسبة للسطر الموالي اللي هو السادس، غادي نمشيو بغرزة عمود سلسلة، ودائما كتكون الزيادة هنايا في الأول، وكنمشيو عاود هنايا كما شفتو أربعة ديال
هنا بدينا بوحده جوج ثلاثه اربعه، غادي نكملوا بخمسه ديال الغرز عمود مفرقين بسلسله. هذه هي الطريقه اللي غادي نبقاو غاديين عليها. ملي غادي نكمل غادي نرجع معكم. من بعد ما كملت الجهتين بجوج خدمت بنفس الطريقه، وصلت للسطر السابع، طبعا هو السطر الاخير. شديتهم بجوج بماسكات، هنا شديت الوسط وهنا شديت هاد الجهه مع هاد الجهه وهاد الجهه هادي حتى هي، وغادي نجمعهم بالكروشي فقط، مغاديش نستعمل الابره. سلسله غرزه منزلقه، سلسله غرزه منزلقه، غادي نبقاو غاديين على هاد الطريقه هادي حتى نكملوا الدائره ديال السطر ديالنا ونوصلوا لهاد النهايه هادي، وغادي نرجع معكم. هنا بعد ما كملت الخياطه جمعت الجهتين بجوج، جاني على هاد الشكل هذا. هنا خدمت 12 غرزه عمود، هاد 12 غرزه عمود خدمتها فوق نصف سته فوق النصف الاول وسته فوق النصف الثاني. كيفاش مشيت بغرزه ملي كملت هنايا الخيط ما قطعتوش، مشيت بغرزه منزلقه حتى لهنايا وخدمت جوج ديال السلسله وغرزه عمود، جوج غرز عمود، جوج غرز عمود، حصلت على سته ديال غرز عمود. وهنا في الجهه الاخرى حتى هي سته ديال غرز عمود. صافي خدمت هنا ثلاثه ديال الاسطر فيهم 12 غرزه عمود. هنا غادي نقص جوج ديال السلسله، غادي نشد واحد الخيط وغادي نمشي للثالث العين الثالثه، وغادي نخدم غرزه عمود باش نحصل على 10 ديال غرز عمود. غادي نقص وحده من هنايا وحده من هنايا. هنا بعد ما كملت وصلت لاخر السطر، هنا بقاو لي جوج، هذه ما غاديش نخدمها، غادي نجمع غير الخيط هنا وغادي ندخل هنا الكروشي وغادي نخدم غرزه عمود. حصلت على 10 ديال غرز عمود. هنايا نفس الطريقه غادي نقصوا هنا غرزه غرزه وهنايا غرزه، غادي نحصلوا على 8 ديال غرز عمود بنفس الطريقه اللي نقصنا منها. ديما كندخلوا الخيط هنا باش ما يجيناش واحد الفراغ باين، وكنمشيو هنايا للثالثه وكنخدموا غرزه عمود. هنا غادي نحصلوا على 8 ديال غرز عمود. من بعد ما كنت حصلت على 8 ديال غرز عمود، هنايا نقص جوج اخرين وحصلت على 6 ديال الغرز اللي كملت بهم الخدمه، وصلت للطول المرغوب فيه اللي بغيتو. من بعد غادي نحسب لكم شحال من سنتيم، وهنايا غادي نزيد كل سطر غادي نزيد فيه جوج، وحده من هنايا وحده من هنايا، حتى نوصل ل 12 ديال غرز عمود اللي كنت بديت بهم. ملي غادي نكمل غادي نرجع معاكم. من بعد ما كملت حصلت على الطول اللي بغيت، قطعت الخيط ديالي، وهنا وقتاش ما نقطعوا الخيط باش ما يتسلناش، خصوصا هذا الخيط هذا ديال المكرامي كيتسل، غادي نقوموا بعمليه الحرق بهذا الشكل. غادي ندخلها في الابره باش نثبت الجهه الاخرى هنايا. وللتذكير هنا كنت خدمت 12 غرزه عمود، 3 ديال الاسطر
والسطر الرابع نقصت جوج حصلت على 10، السطر الخامس نقصت جوج حصلت على 8، والسطر الاخير حصلت على 6. وبدوك 6 ديال الغراز بقيت غاديه حتى كملت الطول اللي بغيت. وهنايا قمت بعمليه التزايد، جوج جوج جوج، 6 ولات 8 ولات 10 ولات 12. ومنين حصلت على 12 ختمت 3 ديال الاسطر فيهم 12 غرزه عمود. وهنا غادي نخيط الجهه المقابله، وباش تجيني قد هاد الجهه قد هاد الجهه غادي نستعمل هاد لي ماركر على حساب 3 ديال الاسطر. هنايا واحد غادي نشدو هنايا، واحد غادي نشدو هنايا، وغادي نخيط اليد ديالي. من بعد ما غادي نكمل غادي نرجع معاكم. واخيرا حصلت على هاد النتيجه هادي من بعد ما ثبت الجهه المقابله بالابره والخيط. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يخدموا بالباترون غادي نخلي الصوره واضحه في الانستغرام وفي الفيسبوك، اللي غادي نخلي الروابط ديالهم في صندوق الوصف وفي اول تعليق. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش لايك واشتراك الى ما كنتم ما شاركتوش، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.